لما تكلم عن قول الله تعالى عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ذكر أن العبد يدخل الجنة برحمة الله، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، وفي لفظ لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلما ذكر هذا الحديث ذكر أن أقواما يتعلقون بالخلق، وأن هؤلاء الذين تعلقوا بهم يعيدونهم زورا وبهتانا بالجنة، مع أن الله تعالى قال في القرآن أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إلى آخره. والموضع الثاني في آخر الخطبة الثانية أو في بداياتها لما ذكر بالآية هي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذكر كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أن هذا القرآن كله توحيد، القرآن ده كله توحيد. وده دارينه يا جماعة من الخطبة ودارينه من الدعاة إلى الله تعالى. نحن هم نقول ما تتكلم في أي موضوع وإنما الكلام في التوحيد فقط، لا، الله قال في القرآن سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ابن كثير في تفسيره لسورة البقرة قال أي في شرائع الإسلام، وابن تيمية في الجزء السابع من الفتاوى قال في شرائع الإسلام كلها، تتكلم في الصلاة، تتكلم في الصيام، تتكلم في القرآن، تتكلم في التقوى، تتكلم في بر الوالدين، في صلة الرحم، في الإحسان إلى الجيران، تتكلم في العلم، في الدعوة، لكن تدخل التوحيد. تتكلم في أي موضوع داير في الدين لكن دخل التوحيد، لأنه ده منهج الأنبياء والرسل ودي دعوة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا شنو؟ طاغوت. شكذي الشيخ ربيع حفظه الله تعالى قال السلفي، ولما نقول السلفي دي ما قصدنا الحزبية، السلف الزول على الكتاب والسنة بفهم السلف، السلف دين منه الصحابة ومن سار على نهجهم، يعني لما نقول السلفية يعني دين الإسلام، لأنه في ناس يعني بيشوفون أجداد كذا يقول لك والله يجوا ناس جداد في البلد دي، لا ما أجداد، نحن أقدام وسودانيين زيك كذا وجابوا لنا حاجات جديدة، ما في شيء جديد. لما نقول لك السلفية يعني الكتاب والسنة بفهم السلف، السلف منو؟ ديل الصحابة، سلف يعني الصحابة ومن سار على نهجهم. الكلام ده يا جماعة كعب ولا سمع؟ الدين كتاب وسنة بفهم الصحابة، ده كعب ولا سمع؟ ده سمع. الشيخ ربيع قال السلفي إذا تكلم في الجغرافيا أدخل السلفية، يعني تكلم في الجغرافيا يدخل السلفية، من جغرافيا الجبال والجبال وعرة والصحابة ديل ما شاء الله طلعوا الجبال والسلف وديل أحسن ناس والدعوة، أوه بيدخش في طوال، فهمت الموضوع؟ وبعدين الكلام ده في القرآن، الكلام ده ما تستغرب فيه، يعني كون الخطبة يبدوها لك في شيء وخش تلقى في التوحيد زول داير لك الخير والله. وبعدين ده شغل القرآن كذي. أنا أديك موضع واحد، قال تعالى ودخل معه السجن
فتيان. يوسف عليه السلام دخل السجن ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال أحدهما إني أراني أحمل إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. ده موجه السؤال، سؤال عن رؤيا. نفرين وسألوه، قال له واحد قال لا أنا شفت نفسي بعصر في خمر، والثاني شايل له قفة وبعدين الطير بتاكل من كده من الخبز. ده السؤال، الجواب في آية. يوسف عليه السلام جواب على السؤال ده في آية، وذكر لنا التوحيد في آيات. الجواب في آية واحدة، شفت تلخيص الرؤية دي وتفسيرها في آية واحدة جواب. لكن قبل ما يجاوبون هم منتظرين الجواب، علمنا الأهم من الرؤية بتاعتهم دي. هو شي واحد فيهم بيقرب من الملك وهو إلى آخره، والثاني بيصلبوه بيموت. اللي بيقرب من الملك ده ورد توحيد، ده لأنه إن عرف التوحيد بيشتغل في الملك والشغلة دي تاني بتنتشر. وذاك الدار يموت لحقه قبل ما يموت ورد توحيد، عشان كان بيقى مارق تاني مجنون ما يكون عنده مشكلة، ما يموت موحد. والله بعدين ده السؤال، السؤال نبئنا بتأويله، وده الطلب. الجواب جاوبهم في آية، لكن قبل الآية قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. تعلم الغيب؟ لا، ذلكما مما علمني ربي، لأنه بجوا الوحي ولأنه الله علم. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. هم سألوا السؤال؟ لا سألوا، ما سألوا، لكن دخل الموضوع لأنه دي همة الأنبياء ودي همة الرسل. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. سألوا من الموضوع ده؟ ما سألوا. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قالون خير تعبد آلهة متفرقة ولا تعبد الله؟ والموضوع ده هم ما سألوا منه، لكن هو أهم لهم من الرؤية بتاعتهم وأهم لهم من سؤاله. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. وده رد على بتاعنا الحاكمية ديلك، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما، خلاص ده الجواب بعد فهمنا الدين والتوحيد وراونا الحاصل. بعد ذلك يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. انتهى الموضوع. فيتبلغ دعوة الله تعالى خاصة في البلد دي، لأنه في ناس تعبانين قاعدين في السوق، واحد تلقى شغال بنيان، واحد تلقى شغال عتالي، واحد تلقاه شغال في فرم عرقان وتعبان، بل واحد سواق تقول له في السفر أفطر يقول لك لا 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 فطور ده ما في صيام بس، تعبانين. لكن وين العقيدة؟
وين التوحيد إلا من رحم الله تعالى. ادعبوا والله يتقبل إذا رجعوا إلى الله تعالى ووحدوه. لكن الزول يا جماعة صايم وعرقان وعطشان وجايع وفي الشدائد عتر ينادي غير الله، ده ما تعبان زاي؟ إن جاته كربة بدل يلجأ إلى الله تعالى العظيم الرحمن الرحيم يلجأ إلى المخلوق. قال الله تعالى في القرآن: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. يقول لك زولي ده بأكل الكسرة، وزولك ده بأكل وبأكلوه، صح ولا ما صح؟ مش بيأكل وبأكلوه، بيأكل وبأكل، لكن الله بأكل وماله وهو يطعم ولا يطعم. ما عظيم! بعدين زولوا ده بأكل له 20 ولا 30 ولا أقول 200 بأكلهم، باقي العالم ده شتل بأكلهم. وقبل ما يلدوا زولوا ده، قبل ما يلدوا العالم ده كان اللي بأكلهم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إلجأ للمخلوق يعتر: يا فلان الحقنا، يا فلان افزعنا. ونحن والله يا جماعة لا دارين نبي الزول، لا دارين نسيء لزول، لا دارين نعكر مزجتكم، لا عدم موضوع، لكن خايفين على الناس من عذاب الله. زول يصوم تعبان ويصلي بالليل قايم، والصلاة جزء جزء، تلقى واقف في النجم، مرة يحك ضانه، مرة راسه، مرة وين، والله يتمها والله يتقبل، وفي النهاية وتلقاه يصحى بدري السحور، أها في إمساك ولا لسه، ولو الأذان أذن ولا ما أذن، وكلام طويل جدا، وفي النهاية تعبان وتلقاه معلق الحجاب. تقول له ده حق شنو؟ يقول لك ده حق السكين، وده حق شنو؟ ده حق عقرب، وده حق شنو؟ ده بيحفظ من العين. وانت داخل في الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، انت داخل في الآية دي. المؤمن ده جماعة عقيدته نظيفة، المؤمن ده موحد، المؤمن ده شغلته ما في الأرض، المؤمن ده شغلته فوق. شوف الأنبياء، الزول جاته كربة بيلجأ إلى الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شكي بن القيم رحمه الله في الفوائد قال: التوحيد تزال به كرب الدنيا وكرب الآخرة. قال: في الموت أنت في كربة تقول لا إله إلا الله مت حسن خاتم، في القبر يسألوك من ربك لا إله إلا الله، أنت زول موحد في الدنيا بتقول ربي الله، في القيامة أبو العالية قال: سؤالان يسأل عنهما الخلائق يوم القيامة أو الناس، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. موحد الله بنجيك بعدين هناك. في الدنيا ذات الكرب ذو النون، وهو يونس عليه السلام لجأ إلى الله بالتوحيد وبالانكسار: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، وجد التوحيد، سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف حصل لجنه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. زكريا عليه السلام داير جنة، ما مشى لفلان شوف ليه الجنة، وأنا داير لي جنة، وداير تيمان، وداير شنو، هذول جنة، في زول بدي جنة، في بشر بدي جنة. يا جماعة الكفار ديل ما قاعدين دو ديل بيمشوا لفكير، الكفار ديلك بيغادي مش قاعدين دو تيمان، تلقاهم يا قصي الصين ديل شد بتشابه وزاته حيروك، وديل ديل بيمشوا لفا، وديل بديهم منه صيني وبياكل كلب، واحدين فيهم ما كلهم، وبعدين يقوم في صينيين بيسمعوا لنا يقرؤون الشباب، ما كلهم ما تزعلوا، بياكل كلب وياكل ما بعرف جندي بحلي بيه وعليه مربو،
بعد ده الله بيدي جنة. والله جنة وتلقاه عيونه كيف خلقت الله، ما في ما في شيء. والله بيديه ناس كفار بيسيئوا إلى الله تعالى. اليهود ديل ما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ما قاعد يلدوا بيلدوا. المشركون ما ساووا إلى الله تعالى، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أساووا إلى الله وأساووا إلى الملائكة. والله بديهم جانا يلدوا سايد قاعدين يلدوا. إنت ذول مسلم ومؤمن وتقرأ النصوص وتمشي لمخلوق تقول له الدين جنا يغشك، يقول لك بيوقية بيت وبيوقيتين ولد، في ولد بيوقيتين هاو كان غيلة الشغلة، ما في ولد يعني المفلسين ما في ولد. وزول تلقى عمارته 7 طوابق ما عنده ولا جنا فاضية، لما نجيك يقول لك مسكونة تعال ارغلينا فيها، والله فاضية ما فيها جزاته. وده تلقاه في بيت المويه سال المطر ان جاء تلقى يلاقي زرجف وناس البيت جت، الله يستر صبت بيجاي زح اللحاف واقلبها بيجاي وجيبها بيغادي. وده تلقى عنده 7 جهاله جوا يلعبوا يتجاروا، ينوموا يصحوا نص الليل ما لاقين حق العشاء، نص الليل يصحوا ديل اللي اداهم منه بقروش. شغل هذه من الله تعالى، قال سبحانه في القران في سوره الواقعه: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. والله أنا أتعجب من زول الله يقول لي أنت تصدقني، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هل لا صدقتم الله تعالى؟ ولماذا لا تصدقونه؟ أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أسف في كلام أوضح من ذا. قال لك أفرأيتم ما تمنون، وما يغشوك يقول لك الآيات دي في الأصنام، في صنم تمنون؟ لاقاك انت صنم تمنون؟ تمنون ده لتو ذاته. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وقال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لهن، أي النساء، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، الله هو اللي بيخلق في الرحم سبحانه وتعالى. وقال في سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وآيات كثيرة يا جماعة، اللي بيخلق الله، واللي بيدي الجنة الله، والقربة الجوفية إلى الله تعالى، ما تلجأ لمخلوق. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. زكريا دار الجنة لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما تخليني براي، الله الداو سبحانه وتعالى أصلح لزوجه. والداو يحيى كمان نبي، الداو نبي عديل. ولذلك الإنسان يلجأ إلى الله، يحسن الظن بالله. ودي كلمة أخيرة أنا أختم بها، كلمتين. الأولى: رمضان ده زي ما للصيام وللصدقة وللإفطار، تصدق طلع لك قروش. في بيوت ما عندهم دقيق، ما عندهم شيء، أهم شيء يتفقدون أديهم، الله بيديك أجر. أعزم الناس بيتك أعزمهم عشان تفطر الصائمين، الله يديك أجر تفطير الصائم كأجر الصائم. وتعمل أعمال الخير وتقرأ القرآن ليل نهار زي ما ذكر الخطيب. لكن في عبادة مهمة كثير من الناس بيغفلوا عنها، وهي عبادة الدعاء. الناس دي في رمضان بيصحوا بدري بيسحروا، حاجة كويسة، لكن ده الثلث الأخير. ده لما تصحى ده الثلث الأخير، اديها رقعات، قوم بالليل صلي اديها كم رقعة، واتضرع لله وأسجد لله سبحانه وتعالى وارفع يديك له. والله في ناس، واحد سمعته من اخواننا الدعاة احسب والله حسيبه، قال شهر رمضان ده كله رمضان انا باخذته لحاجه معينه، يعني يجي رمضان بدعو بالخير صح، ويدعو يعني يدعو بكل انواع الخير، كقولي
الداعي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن أخونا ده قال أنا بخصصه لحاجة معينة، يعني ده أحفظ قرآن الشهر كله بشتغل، يا الله حفظني القرآن، قرآن لما ننتهي ده يرجنا. أسأل الله مع سؤالك لي الدعاء العام بخيري الدنيا والآخرة، لكن تكثر من الدعاء، عشان كذا آية الدعاء في نص آية الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية دي في نص آية الصيام قبلية شهر رمضان، آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره، وبعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في نص آية الصيام أورد آية شنو في الدعاء، فإنت تكثر من الدعاء قبل ما تفطر. أسأل الله أدعوه. مكلمة عجبتني والله إلى شيخ آدم في اللقاء، قال إنسان ما يتحول من خير إلى شر، من شر إلى خير، من شر إلى خير، ومن صفة ذميمة إلى صفة حميدة، ومن معصية إلى طاعة إلا بالله تعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنسان يستعين بالله يا جماعة، أدعو الله، أدعو، لأنه رمضان ده فيه فتر، في ناس بيفتروا كثير وبينعسوا، في ناس بالشكل. هسه أنا جايين في الطريق الكمساري مع واحد الشكل يتخامش، وفي بنت الدوابني لقيت لها حاجة برضه، يا ناس وأنا واقف شماعة الله يتقبل. في النهاية قلت مالي أقيفه، يا قلت له أقيفه، ماشيين الجسم والجسم وأقيفه، وداه كفو حقي ما بخليه، وفي رمضان ومشاكل كثيرة جدا، لذلك أنت تصبر تحتسب. ده زول ما أشوف على الورد اللي بيجوا الجامع، الناس تصبر لهنا يا جماعة، المساجد دي تفرح. النبي صلى الله عليه وسلم بياخذ أمامة هي بنته بياخذها ويركع يخدها ويسجد يخدها ثاني يقوم إلى آخره في المسجد، والحسن والحسين يجوا داخلين المسجد ويتعثران بثوبهما، وهكذا في المسجد. أصبروا على شوف هذه الورى رغبون تنادون فهمون الدين وكذا وكذا، ما تنهرون الناس شوف عبرهم من الجامع يكرهوا الجامع، الناس الخلق الطيب والدعاء. الكلمة الثانية وبختم بها، الناس تهتم بالدعوة، بدعوة الله تعالى، خاصة المعلم ده مسجون في الفترة دي، شيطان مربوط، وده أكبر عدو لك، طالما ده مربوط مصفد انت الباب شنو مفتوح لك، وخاصة الناس بتجي المساجد، صاحب الناس قرب منهم، هل عنده أسئلة بيسألك والدائرة الدين، والعنده مفاهيم خاطئة فهموا لها وزيل الشبهات عن الناس وإلى آخر، والناس المتوجسة من الدين بين لون الحق. فادعوا الناس إلى الله تعالى، خاصة المساجد مهيئة، تجي العصر بتلقى المسجد ملان وناموا، بعد الظهر ناموا واخذوا راحتهم، تديهم النصيحة وتبلغهم دعوة الله تعالى، وفي كل مكان اشتغل توحيد حتى تلقى ربك وهو راض عنك، والله الله بيرفعنا. والشغلة دي مسجلة والناس بتموت، تقول لك كلمة حفظت القرآن وعرفت الدعوة، تقول لك كلمة تموت حسنات جاءك في قبرك إذا تقبل الله، نسأل الله يتقبل، جزاكم الله خير. تفضل. مسألة الحجاب دي، أول شيء يا جماعة الحجاب ده زي شرعي ورد في الكتاب وفي السنة، ودي أول نقطة تفهم قبل ما نخش فيه، لأنه كثير من الناس بيفهم إنه ده حق طائفة معينة، يقول لك أنا مرتي ما دايرة تبقى معاكم، أنا كنت شغال في مدرسة، بعدين المدرسة بندرس فصول مهم طلبة، وفي أسي خليتها، في واحد كانت دانا فتاة، والمهم أسي خليتها غايت إلي ما عند الله تعالى، بعدين المدرسة دي رحلتها وخليتها، ومهم في شابة أستاذة، مرة أستاذة، والمرأة دي مرتدية زي الشرعي ومنقبة إلى آخره، بعدين في طلاب أولاد وفي بنات أساس، بتمشي للطالبات بنات صغار ترغبهم في الدين وتديهم مواعظ وكذا وكذا وكذا، مناسبة الكلام. بعد ذاك يوم اتكلمت لهم عن الزي الشرعي، البيت الطفل طبعا الطفل بيقبل، والطفلة دارة تلبس وكذا هي صغيرة، مشت البيت أبوها جا المدرسة
المدير زول عادي لكن قاعد فترة في بلاد الحرمين وكذا وفاهم الحاصل. بعدين ناداني وحكى لي الكلام ده في المكتب والنزني حكى لي الكلام ده. الأبو جزع الآن وللأمر قال للمدير البدي في أستاذة دارت بقية معاون وعلمتها شنو وشنو الآخري واللبس ده وأنا ما داير بتيتي الدمدم وكلام زي ده وما تبقى مع الناس زين وإلى آخره. قال لا أصبر أن نجيب الأستاذة. نادى الأستاذة جات قال للأستاذة المدير ساكت ساكت قال لي تفضل. قال أنا بتدي ما تبقى معاكم وأنا ما داير شنو إلا آية وحديث بس تدوها آية وحديث تاني ما تبقوا معاكم. المدير قال لي هذول خلاص أبشر أصل ما بقي معانا ولا مع ديل ولا ديل إن شاء الله نديها آية وحديث خلاص كويس يتكيف وثناي وبقى مارق مارق. قال للأستاذ المدير وما أنه ما عنده علامة جودة ولا زول عادي قال لا اشتغلي يا أخي شغلك ده ذاته ما آية وحديث. قال لا أنت دار تبقون اشتغلي اشتغلي. اشتغلت بعد شوية الأستاذات ذاته قالوا شوفوا لنا نقاب والله الذي لا إله أستاذات ذاته أنا لا وزن غاية تبقينا مارقين الله كريم. وموضوع طويل فلذلك أنت كثير من الناس قائلين الموضوع ده حق جماعة معينة ولك النسوان ديل كذا وكذا وكذا وبقون مرقبات يا جماعة ده من الدين. قال تعالى في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب فتحة الرأس أبا ملاية دي كويس شمرتك ما تمنعها تغطي وشها. الجيب فتحة الرأس ما الجيب بتاع شنو الساعة والقروش. والدليل على إنه الجيب فالفتحة قول الله تعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر يعني نحتوا الصخر يعني قدوه مش شالوه. جابوا الصخر بالواد مش معناه شالوا الصخر وإنما ثقبوا شنو الصخر. هكذا حال كثير من الأمم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فالله سبحانه وتعالى قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يعني ثقبوا الصخر. معناه الثقب هو الجيب والخمر جمع خمار والخمار سمي خمارا لأن فيه تغطية. الخمر سموها خمرا لأنها بتغطي شنو العقل خلي الزول ما عنده عقل. الله سبحانه وتعالى وصف لك الحاجة اللي في الرأس دي اللي بتغطي وجاب لك فتحة الرأس فتحة العنق. قال وليضربن بخمورهن على شنو جيوبهن يعني الخمار ده ترخيه لحد يصل شنو الجيب. بعد ذاك جات أشياء أخرى وإشارات أخرى تزيد على ذلك لكن أفهم إنه ده من القرآن. وقال تعالى مخاطبا الصحابة صحابة ديل في أطهر منه في أفضل منه ديل الله زكى قلوب ذات خليه البرة قلوب ذات. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم في نفس السورة في نفس الصفحة تحت. الصحابة ذيل أطهر الناس قلوبا وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أطهر النساء قلوبا. وبعد ده الله سبحانه وتعالى قال للصحابة وإذا سألتموهن متاعا. المتاع المعروف ده ما المتاع بتاع الزواج المتاع الثاني دار قميص دار كباية دار جك دار لك ملح شطة إلى آخره متاع. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ده للصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. باقي لك أسدل ويا غلمرة إن اتنقبت ولبست الحجاب وفتحت عيونها مشكلة. شفت عيونها دي الراجح إنها ذاتها مشكلة عيونها بس هاي تلخبطك ما جايف الفنانين دي الكلام انشط العيونات والعينات
والى اخره. خلي وشها كله. شكي بن عثيمين رحمه الله في كتابه الحجاب، رسالة اسمها الحجاب، ذكر 14 استدلال على تغطية الوجه وأن تغطي المرأة وجهها، ورد على الذين يقولون بجواز كشف المرأة لوجهها، وجاب الإجماع، جاب الكتاب والسنة، وجاب القياس، وناقش الأحاديث اللي بيجيبوهن، وجاب كل المسائل. وفي النهاية قال المرأة مأمورة بستر أو بستر الزينة. المرأة مأمورة بستر شنو؟ الزينة، ولا يبدين زينتهن. قال والزينة أكثر شيء في الوجه. المرأة جمالها وين؟ في الوجه. زينتها لو جاب لك مرأة وأي شيء، صحتها سمحة وأي شيء، وعورة، وهنا طاقية فرار، ونخرتها مترومة بجنبها عضا حاجة وإلى آخره، وريالتها سائلة، طيب عليها براك بتغض بصرك. ولما نقول امرأة جميلة، لما نقول امرأة جميلة القصد شنو؟ جميلة في أصبعها ولا وين؟ في الوجه. يقول لك والله أنا شفتها، والله جميلة جمال، لا ما وقفت، لا يقول لك مالي وما وقفتها، والله وجه، والله جميلة جمال، لا في التلفزيون ما شفتها، والتلفزيون شنو؟ وبلاوي. فالمرأة زينتها شنو؟ في وجهها. وده دي نصوص الكتاب والسنة، ونصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدي أول مسألة تقرر يا جماعة، إنه مسألة الحجاب والزي الشرعي دي رسالة نوجهها للرجل ده، للزوج ده، ولجميع الناس، إنه ده ما خاص بطائفة ولا جماعة. ما يقول لك ده حق ناس فلان وعلان، ده حق المسلمين. أفهم الكلام كويس. وعائشة رضي الله عنها ذكرت أن الركبان كانوا في الحج في الطواف إذا أقبلوا سترت المرأة وجهها، فإذا انصرفوا كشفت المرأة عن وجهها. ركبان لما نيجوا وهي تكون طائفة. فلذلك الإنسان يعني يراعي هذه الأحكام ويعلم أنها ليست خاصة بجماعة، وإنما هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفهم النقطة الأولى دي واحد. والله قال في القرآن قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إلى آخر الآيات. النقطة الثانية يا جماعة، الرجل ده بدل يصد الواجب عليه إمرة، وعينة، لأن الله تعالى قال في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثلاثة، هو لما يصد وما أعان، وهي اجتهدت جزاء الله خير وصبرت، لما هو يصد جمع بين منكرين، جمع بين الدياثة، زول يرى المنكر في أهله ويقره ويرضاه، واحد. اثنين، والكلام ده أنا بعممه عشان ما أترك فرصة لناس يقول لك ما هي المسألة دي فيها كذا وفي ناس قالوا بها وكذا وكذا. الزول ده لما يمنع الحجاب دايرة تلبس التوب السوداني، صح ولا ما صح؟ ما دخل لي مسألة التوب السوداني ده مجاوبك مرة واحدة، كله كرعين تحت واليدين كاشفات للنص، وإن دار لا حاجة يدها تحت، وتدي بتاع الرقش يدها كلها برة وإلى آخره، ومصائب ثقيلة جدا. وفي نص المواصلات تلقاه تصلح في التوب ويقع، وطفلة يجرها شغلة كلها، مصائب ثقيلة جدا والله، حيرون ذاته. وغير الزينة والزركشة والأشياء الثانية. فالرجل ده أول شيء جمع بين الدياثة، واحد يرى المنكر في أهله ويقره، اثنين لم يكتفي بالدياثة، رأى المنكر وأقره، بل أمر به وصد عن ضده وهو الستر والعفاف والطاعة، صد عنه، وكان من الذين يعادون دين الله وهو لا يشعر وهو لا يعلم إن كان جاهلا. فالموضوع ده والله خطير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول
عن رعيته. يا أخي المرأة دي فيها الستر والمرأة فيها الحياء، ليه الرجال يعملوا بها كذي؟ والله أنا أتعجب في ذل الزول اللي بيمنع مرته من الحجاب، يسوق من بيتها كانت مستورة مصونة في بيت أبوها، من يوم العرس يركبها في كوشة منصة اسمها الكوشة، والجماعة يجوا ولابسة الزفاف، من يوم شفتها زي ده من البداية بيمسكها كذي، كانت مستورة يجيبها لابسة زي فنيلة داخلية والناه لخبطة وجسمها كله برا، والجماعة أصحابه يعلقوا الله ما شاء الله عزال عزال، هو بصل عزال كيف يعني، ورافع عليهم في منصة كمان، يعني كلكم كشفوا زاي رجالا ونساء شيبا وشبانا كلكم عائلة واحد، وصوروها وهو يجي جنب الكاميرا يصوروا فيه ويقول لا يصوروا، وش أجر لناس يصوروها له ويقول لك ده يوم عظيم، يصوروها ويرفعوها في اليوتيوب أو في النت وفي الفيسبوك، شوف عرسي ترابه في خشمك عرسك تجايبة تسترها تعمل باع مال زي دي، بعد تزوجها وقعدت معاه في البيت ولبست الزي الشرعي، يا أخ شوف نساء الصحابة، شوف النساء زمان، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، المرأة بتستحي من الرجال ده يعلمها ده صاحبيه، تعال يا فلانة تعال أكلتوم سلمي عليه وده صاحبي والله، وصاحبه يأكل في الملاح ويقول لا ملاحك طائم والله قدام راجلة طائم والله، قال الله أفلانة وقاعد في الديوان يكورك، قريته كان بيقعدوا في الديوان دي يكورك، لا سوي لنا شاي بالله لمرته وقاعد جنبه المعلم ده، ويمشي السوق ويخلي بتاع البنيان قاعد شغال لهم في البيت والله الذي لا إله غيره، ويطلعوا فوق وزي شرعي ما دائرة تلبسه يا تحجة عنده عليم ربه، يا أخي الزوجات زمان والنساء عندنا الحياء وعندنا الخجل وبريدنا الستر ويخجلا من التبرج، والله قال فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وهن قبيل موسى عليه السلام سألن لما الناس بيسقوا وهن بعاد وأكفات، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر شنو الرعاء، ما بنجي ندافرن لأنهم بيخجلا من الرجال، ديل النسوان الفين خير والله، مرة بتخجل دي فيها خير الزواج طوالي ودي فيها خير، والحياة لا يأتي إلا بخير، لكن اللي بتكورك نص الليل دي وتشاكلك وتدي بنج دي ما بتنفع، يا أخي أنا أمس بالليل والله تأخرنا أمس دي القريبة دي أنا ود النار تركبنا لنا هايز، المرأة متفنة في الهايز وعاملة بلاوي وحاجات وشابة متفنة، ونست الحافلة دي إلا السواق والقدام بس، يعني ذات قربت تونسنا بس، بقيت أنا ود النار ده أشوفه يلصق راسه على القزاز وأنا أقرب وأقول له أفتح له موضوع في الفاضي زي ما في أي موضوع، دار انشغل المرأة والله والناس ونست انشط وما معاه راجل، أنا موبايلي سرقوه وبصلحوا بالقشة والحرام جابوا لنا راجع وشنو، وبعد شوية بيقوا يونسوا فيها ويضحكوا، يا جماعة معقولة جرأة قدر دي؟ جرأة قدر دي وبلاوي ومصايب، نسأل الله العافية. آخر نقطة وهي داخلة في هذه الأمر في هذه النقطة في هذا الأمر، مرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لعطاء رضي الله رحمه الله ألا أريك امرأة من أهل الجنة، مر في الأرض وعارف نفسها من أهل الجنة ببشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت بلى، قال عطاء قلت بلى، قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، كان داير أدعو لك الله يعافيك من الصرعة مدعو لك، وإن صبرت الجنة، قالت بل أصبر كنت فيها جنة أخير أصبر، مع أنه الصرعة مؤلمة زول بالصرع بدق الباب ومرات الشباك ومرات انجرح ومرات يقع في بلاط، قالت بل أصبر
ثم قالت: يا رسول الله إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. قالت لي: الصرعة دي وكده فيها جنة بصبر عليها، لكن أنا لما نصرع جسمي بيتكشف، أدعو لي الله ما أتكشف. قال الله: المرأة دي رأيك شو؟ ما مرأة تمام؟ صحابية ما بنقدر نقول لفظة إلا تمام، مرأة تمام بس انتهى الموضوع. قال لك بتصرع وتتكشف في الصرع، والله سبحانه وتعالى قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، في مسائل الجهاد وفي مسائل أخرى يعذر بالمرض. بعد عند عذر، بعد ده ماذا تتكشف؟ بعد العذر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى لها، دعا عليها الله، دعا لها الله ما تتكشف، لكن الصرع باقية إلى أن لقيت ما لقيت وإلى أن فارقت الدنيا، وهي من أهل الجنة ببشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة تصبر وراجلها ده قال لا ما تتنغبي وما تلبس الحجاب وكذا، توعظه وتجيب له الكتب وتجيب له الأدلة، تقول له: يا أخي أنا ما مع الجماعة ولا تابع لجماعة ولا تابع لجماعة ولا كذا، أنا معاك أنت يا راجل. قل له: شنو يا جماعة بتاع شنو؟ هو إلى آخره. قل له: أنا معاك أنت مبتلى بيك، أسوي لك شنو؟ وبعد ذاك تواصل. ده برضه قال: لا لا ما تلبسي، سوي له جبنة. قل له: رأيك شنو؟ ما ظريفة؟ ظريفة لكن ما تلبس، أصبر أصبر سوي لك شاي ثاني، سوي له شاي. أصله ما تخليه في الموضوع ده يواصل، تمرق منه لو تدعو الله يشرح صدره. كان بتب تقول له: مرقة ما أفتان، تصله ما في حجاب، مرقة ما أفترى هو بقعد ليك إنت وهنا، لكن مرقة ما أفتان، لكن دار أمرك بلبست زينة ما متحملة أشياء لي سيئات وذنوب وكذا، تبقى واضحة معه وتصبر حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى، وأن يأخذ بمناصينا جميعا إلى البر والتقوى. شكله عندكم أسئلة كثيرة، ونحن دارين نقعد شوية وماشيين للقوم دير إن شاء الله، فنقدم شيخ شهاب للأسئلة. جزاكم الله خير. لا لا ما أفطر.